أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تمتد لعقود طويلة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا سموه على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم. ونوه سموه بمشاركة مملكة البحرين ضمن القوات البحرية المشتركة لتأمين حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة ضمن استراتيجية العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة لضمان الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله مع سعادة السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارة سموه لمبنى البنتاغون، حيث تم عزف السلامين الوطنيين البحريني والأمريكي لدى وصول سموه. وقد بحث سموه معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمي والدولي.